ثلاثة، الرسالة التي غيرت مجرى التاريخ. في رسالة من ورقتين، ورقتين فقط، عرضت في مزاد 2024 ويتم البيع نهاية 2024 ب4 مليون دولار، يعني الصفحة الواحدة ب2 مليون دولار. الصفحتين دول رسالة غيرت مجرى التاريخ بتعبير بي بي سي. الرسالة دي مين كتبها والمين بعتها؟ كتبها البروفيسور ألبرت أينشتاين، بعتها للرئيس فرانكلين روزفلت، والتاريخ 2 أغسطس 1939. فما قصة هذه الرسالة؟ أينشتاين يهودي ألماني هرب علشان صعود النازية وهتلر، راح أمريكا. هو في أمريكا قلق جدا جدا من صعود ألمانيا النازية. عنده تلميذ هو أيضا يهودي مجري، عالم فيزياء كبير اسمه ليوزارد. ليوزارد تلميذ أينشتاين قال له: إيه رأيك تبعت رسالة للرئيس فرانكلين روزفلت نقول له فيها إن هتلر على وشك إنه يصنع القنبلة الذرية. وقتها ما كانش لسه اسمها القنبلة الذرية، إنما القنبلة الأكبر والأخطر في التاريخ، يقصد القنبلة الذرية. فقال أينشتاين إن علماء الفيزياء الألمان متقدمين، وهتلر بدأ يمنع اليورانيوم إنه يتباع أو يتصدر للخارج من تشيكوسلوفاكيا المحتلة. كان وقتها هتلر خد تشيكوسلوفاكيا وعندهم يورانيوم، منع تصديره. فقال لأينشتاين أستاذه وصديقه إن كده الألمان هيبدأوا يصنعوا القنبلة الذرية، فلازم نلحق نفسنا وتبعت رسالة إلى الرئيس روزفلت. وقتها طبعا أينشتاين أهم عالم في العالم، اسم كبير جدا، عنوان العلم الحديث، فلما يبعت هيتم الاهتمام. وده اللي حصل. كتب الرسالة اللي هي دلوقتي ب4 مليون دولار من صفحتين، بعتها للرئيس فرانكلين روزفلت. وليوزارد أصر ان هو يوقع بخط ايده، فوقع بخط ايده أينشتاين على هذه الرسالة. الرئيس روزفلت كذا حد قال له قبل كده، انما أينشتاين شخصيا اللي باعت، فقرا الرسالة فطبق على الفور. يعني لو مش رسالة أينشتاين كان ممكن ما نصلش الى صناعة القنبلة النووية. البعض بيقول ان أينشتاين صنع القنبلة النووية، وده كلام غير صحيح. مشروع منهاتن اللي اقره الرئيس روزفلت وحط له 2 مليار دولار، رقم خرافي في ذلك الوقت، كان رئيسه روبرت اوبنهايمر، اللي فيلم اوبنهايمر الشهير جدا شرح لنا القصة كاملة. أينشتاين ما كانش اصلا يقدر ياخد تصريح امني، لان أينشتاين يساري وأينشتاين ألماني جاي من ألمانيا، فمشكوك فيه أمنيا، ليه مكانة علمية كبيرة جدا، لكن جهاز الأمن الأمريكي ما يثقش فيه ويخليه يخش منشآت عسكرية. لكن المعادلة الشهيرة اللي عملها أينشتاين اللي هي E تساوي M C تربيع، هذه المعادلة الشهيرة جدا، الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، المعادلة الشهيرة جدا دي اللي هي لها صورة شهيرة أينشتاين بيكتبها على السبورة شرحناها قبل كده، هي التي مهدت لصناعة القنبلة النووية، لأنها أظهرت حجم الطاقة التي يمكن أن تتولد. ليوزارد اللي هو صديق وتلميذ أينشتاين، يهودي مجري، عالم فيزياء كبير، هو اللي توصل إلى التفاعل النووي المتسلسل، وهو أول من اخترع مفاعلا نوويا، وهو أول من عمل تجربة على تفجير نووي بسيط، نموذج بسيط للتفجير. وبالتالي اللقاء ده بين أينشتاين وبين ليوزارد، وإقناع ليوزارد أينشتاين بهذه الرسالة، وهذه الرسالة إلى روزفلت، كانت الأساس لصناعة هذه القنبلة النووية. لينوس باولينج العالم الكبير في الكيمياء والحائز على جائزة نوبل،
الدكتور احمد زويل كان استاذ كرسي لينوس باولينج في كالتيك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا اللي فيه كتير من حائزي جائزه نوبل. لينوس باولينج اللي هو صاحب الكرسي اللي كان قاعد عليه الدكتور احمد زويل ده الوحيد في التاريخ اللي أخذ جائزتي نوبل منفردا، جائزة نوبل في الكيمياء وجائزة نوبل في السلام. في ثلاثة آخرين أخذوا نوبل مرتين لكن كان بالاشتراك. لينوس باولينج اللي هو كبير علماء الكيمياء في القرن العشرين، إلى الآن يعد دكتور أحمد زويل كبير علماء الكيمياء في القرن الحادي والعشرين. لينوس باولينج بدأ يشتغل على موضوع السلام بعد القنبلة النووية على هيروشيما وعلى ناجازاكي، وكمان أينشتاين بدأ يشتغل على موضوع نزع الأسلحة النووية وقال إن ده ممكن يدمر العالم في المستقبل. أينشتاين قال لصديقه لينوس باولينج إنه لو كنت أعرف إن الألمان مش هيصنعوا القنبلة النووية ما كنتش هبعت هذا الخطاب إلى الرئيس فرانكلين روزفلت. الرسالة مش لوحدها السبب، إنما كمان كان الإنجليز بيشتغلوا على ده وبعتوا الأمريكان 1941 بيحضهم على مزيد من الأبحاث النووية. في كل الأحوال أينشتاين صدم لما شاف نتائج القنبلة هيروشيما ثم ناجازاكي في أغسطس 1945. ليوزارد بيقول إن عمل رسالة تحذير لليابان بيقولها استسلمي قبل القنبلتين لكن لم تصل في الوقت المناسب، لكن لما تشاف حجم الدمار وإن 200,000 ماتوا على الفور وبعد كده عشرات الآلاف ماتوا من الإشعاع فيما بعد حصلت صدمة. فاشتغل العالم الكبير ألبرت أينشتاين، عالم الكيمياء الكبير لينوس باولينج، الفيلسوف الكبير برتراند راسل وآخرين اشتغلوا على موضوع نزع الأسلحة النووية ووقف ترسانة الأسلحة النووية. كان في مقالة مهمة عن أينشتاين أنه الرجل الذي بدأ كل شيء، لكن للأسف على قد ما بدأ النقلة الكبيرة في علم الفيزياء بالنسبية العامة والخاصة، لكن كمان الصفحتين دول اللي ب4 مليون دولار دلوقتي كان ممكن لو ما كتبهمش أينشتاين كان ممكن العالم يكون خالي من الأسلحة النووية. دي الرسالة التي غيرت مجرى التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.